السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن project crashing. crashing اللي هو بمنتهى البساطة بنسموه الضغط، اللي هو ان حضرتك عندك لظرف ما انت عايز تسرع مشروع شوية، فبالتالي غالبا هتضطر ان انت تضخ موارد اكتر، هتضخ فلوس اكتر عشان تسرع بعض الاكتيفيتيز، وتحديدا اكتيفيتيز على كريتيكال باث. بس هنسرع انهي اكتيفيتيز تحديدا وهندفع في الموضوع ده قد ايه، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. وهنا هيبقى في شويه تعريفات، يعني في حاجه اللي احنا بنشتغل عليه الاصلي، الجدول الاصلي بتاعي ده مبني على اساس نورمال تايم ونورمال كوست، لكن اللي احنا بقى هنعتمد عليه في الشغل بتاعنا حاجه اسمها الكراش تايم، اللي هو الوقت اللي هو اسرع وقت اكتيفيتي ممكن تخلص فيه، وده طبعا بيتم بتكلفه اللي هي الكراش كوست. وعشان يتعمل صح لازم يتعمل، هنضخ موارد اكتر وهندفع فلوس اكتر، والموضوع ده هيبقى مش سهل. ده بيتم في 4 خطوات. طبعا في الاصل لازم اول خطوه اللي هي اللي احنا عارفينها دايما، ان انت حضرتك هتعمل الجدول الزمني بتاعك وتطلع النورمال كريتيكال باث بتاعك. واهم حاجه هنا انت هتايدنتيفاي الكريتيكال اكتيفيتيز. ليه؟ لان انت لما تيجي تعمل كراشنج ملهاش معنى ان انت تعمل كراشنج، ملهاش معنى ان انت تضغط اكتيفيتي مش كريتيكال، مش هتفرق معايا. انا عايز اسرع الحاجه الكريتيكال دي، الحاجه اللي انا عايز اسرع فيها. وهنرجع بقى نروح نحسب حاجه اسمها كراش كوست per week او per day على حسب الحاله يعني، بس هو تكلفه في مده في وحده زمنيه، يعني على وحده زمنيه. تمام، في هنحسبها بالمعادله دي، ان انا هحسب الفرق ما بين التكلفتين، التكلفه العاليه الجديده ناقص التكلفه القليله القديمه، على الفرق ما بين الديوريشنز. ده هيديني كده من الاخر، انا هعرف انا هتكلف قد ايه عشان اوفر يوم او عشان اوفر اسبوع. تمام، فلما اعرف انا الحكايه دي هختار الاكتيفيتي اللي تكلفني اقل تكلفه لما اعملها كراش، عشان ماشي انا هضغط الجدول الزمني بتاعي بس ما اخسرش فلوس كتير، يعني اخسر بس مش هخسر كتير قوي. هي دي الخطوة الثالثة، إن إحنا هنختار الأكتيفيتي، بشرط خلي بالك بقى إن الأكتيفيتي لازم تكون على كريتيكال باث، ولازم تكون هي الأقل في تكلفة الكراشنج في على المدة الزمنية، يعني كراشنج بير ويك، كراشنج كوست بير ويك أو كراشنج كوست بير داي. طبعًا هنا بقى في خطوة رابعة بقى تحصل بعد كده، إن إحنا لازم نعمل سكادولينج تاني. ليه؟ لان انت ممكن الكريتيكال باث يكون اتغير، فممكن اكون وصلت للتارجت بتاعي، ممكن اكون ما وصلتش للتارجت بتاعي اصلا، وبعد الكريتيكال باث ما يتغير هنشوف بقى مين الاكتيفيتيز الكريتيكال الجديده. لو كان اتغير ساعتها هنعيد خطوه رقم 2 وخطوه رقم 3 تاني. وهناخد مثال علشان نفهم القصه دي بالتفصيل تاني. ده المثال اللي احنا كنا عملناه مع بعض قبل كده لو تفتكروا في الجانت شارتس. ده مثال بسيط جدا من 7 اكتيفيتيز، 4 فيهم طلعوا كريتيكال، اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده، الاربعه اللي البار شارتس بتاعتهم بالاسود دول كريتيكال، توتال فلوت عندهم بصفر، اما الثلاثه التانيين توتال فلوت عندهم ب2، كل واحده فيها داتا 2، الايرلي ديتس بتاعتها هي اللي بالرمادي والليت هي اللي بالاحمر. لو احنا جينا بصينا على الاكتيفيتيز دي، احنا عايزين وقلنا ان احنا عايزين نكراش المشروع كله يومين، يعني بدل ما يخلص في 9 ايام يخلص في 7 ايام، يبقى ساعتها لازم نروح نحسب الكراش، ندور على الكراش كوست والديوريشن لكل الاكتيفيتيز. فهي دي طبعا حاجه زي دي بتبقى لو احنا في امتحان او كده جيفن ليك، لكن
هو في الظروف العادية، في المشاريع العادية دي، داتا لازم تجيلك من الموقع. ان لو انا عايز اغير الديوريشن انا هعمل ايه، داتا لازم هتيجي من حسابات حضرتك. هتشوف بقى هتجيب معدات زيادة، هتجيب اطقم عمل زيادة، هتعمل ايه. فهنا الاكتيفيتيز، في اكتيفيتيز ما اتغيرتش، في اكتيفيتيز ما اتغيرتش اصلا، يعني الاكتيفيتيز الديوريشن بتاعها يوم واحد هي ما اتغيرتش، يعني ايه 3 وايه 7 ما اتغيروش خالص، هي لكن في اكتيفيتيز اتغيرت. طب تعالوا نشوف، لما نيجي نحسب الكراش كوست بير داي هنلاقي ان اي 3 واي 7 ما حسبنا لهمش حاجه عشان ملهاش معنى. بعد كده في عندي، خلي بالك بقى كمان عندي ايه 5 حسبت لها وكل حاجه، بس ايه 5 مش كريتيكال اساسا، يعني ايه 3 وايه 5 وايه 7 اصلا هم مش كريتيكال، فما انا مش هعمل لهم كراش، عمري ما هعمل لهم كراش حتى لو طلعوا ارخص، مش هعمل لهم كراش. لكن احنا هنا بنتكلم عن مين بقى احنا؟ تعالى نقارن التكلفه بتاعت ايه 1 وايه 2 وايه 4 وايه 6. ارخص واحده فيهم مين؟ ايه 1. يبقى انا هبتدي هكراش ايه 1، دي اللي انا هقوم غير الديوريشن بتاعتها بدل يومين 1. تعالوا نشوف الجدول الزمني بعد ما غيرنا الاكتيفيتي دي خليناها يوم 1. قدرنا الجدول الزمني ده بدر كل حاجه يوم، لان هي كانت اول اكتيفيتي، فكل حاجه اتبدرت يوم، كل حاجه اتبدرت يوم. فبدل ما هخلص في تا في تا في 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 9 ايام هخلص في 8. ايه ده، بس انا كنت عايز اخلص في 7. يبقى احنا لازم نرجع تاني نعيد الكره ونشوف الاكتيفيتيز بتاعتنا تاني، لازم نعيد الكره تاني. فارجع ابص في نفس الجدول تاني. هي ايه 1 دي بقت اوريدي كراشت، خلاص انا مش هستفيد بيها في حاجه، مش هكراشها اكتر من كده، هي بقت يوم خلاص، هو يوم. زي ما قلنا قبل كده 3 و5 و7 ما ينفعش، دول نون كريتيكال فملهاش لازمه. يبقى انا هفاضل ما بين ايه 2 وايه 4 وايه 6. ارخص واحده فيهم ككراشنج مين؟ A6، زي ما حضراتكم شايفين كده A6 هي أرخص واحدة. فهنقوم رايحين هنعمل كراشنج لA6. عملنا كراشنج لA6، عملنا سكادولينج بعديها، طلع إيه؟ طلع إن هي ضغطت بعد ما هي اتعمل لها كراشنج، هي قامت قللت التوتال ديوريشن، بقت 7 أيام بدل ما هي 8. فبالتالي احنا هنا نقدر نفهم ان احنا قدرنا ان احنا نضغط المشروع بشكل كويس من خلال ان احنا ضغطنا 2 اكتيفيتيز بس، بدل ما كنا نضغط حاجات كتيره ملهاش لازم. اتمنى تكون الفكره وصلت لكم، والسلام عليكم.